أحد الدعائم الأساسية لدعم السياحة، إنه مطعم شركة سيمكس مصر بمحافظة أسيوط، والذي يتم تجهيزه وتطويره الآن على أعلى المستويات ليكون مطعم انترناشونال، يقدم أطباقاً من كل دول العالم بأسعار مناسبة وعروض خاصة تقدمها أسمنت أسيوط لعملائها. المطعم عبارة عن انترناشونال كوزين، الكباستي بتاعته 75 باكس اندور 40 باكس اوتدور. طبعا حاولنا نعمل حاجه جديده مش موجوده في اسيوط. الاكل عندنا ديليشس والماتيريال از لوكال. المطعم زي ما شايفين كده ويل ديكوريتد، الكونسبت انترناشونال والديكوريشن اقرب للفاين كاجوال داينينج. اتمنى ان انتم تشرفونا وتقولوا لنا رايكم ايه فيه. مطعم بذل فيه مجهودات كبيره جدا حتى يرقى بالذوق العام لمختلف الفئات والطبقات، مما كان له اثر كبير على مرتديه من الجمهور الذي دهش لوجود مثل هذا المطعم في صعيد مصر. مبسوطه في المكان قوي، احنا جينا قبل كده وعجبنا المكان ويعني عجبنا الاكل، كنا يعني الاكل كان لطيف، حتى السيرفيس كانت لطيفه، الناس كانت مرحبه يعني، ف يعني احنا انبسطنا في المكان جدا. دي تاني مره لينا هنا في المكان، احنا جينا في الاول في السوفت اوبننج، انبسطنا جدا، اجيت انا وخطيبتي انبسطنا جدا جدا، الاكل كان حلو قوي قوي، الابيتايزرز كانت جميله قوي، الاكل كان ويل كوكد وحلو جدا جدا. انا جربت اماكن كتير، فده من احسن الاماكن اللي انا جربتها في اسيوط. فافتتاح المطعم هذا والتجديدات التي تحدث بفندق شركة سيمكس مصر ما هو إلا بداية التطوير، بداية لجذب الاستثمارات، بداية للتفكير في الوقوف بجانب الدولة فيما تقوم به.